السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى طريقة لعمل الاباجورة للاطفال لتزيين غرف الاطفال معانا بالشكل ده. بجد جميلة وشكلها تحفة وهتفرح اولادكم كلكم، وحلوة جدا 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 اهي بالشكل ده. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا مع بعض نشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها ايه. اول حاجة معانا مسدس الشمع، ومعانا سيخ، السيخ السخن ده، ومعانا ورق فوم متقطع معانا بالشكل ده، اي لون تفضليه او تختاريه، ومعانا الشريط ده اهو، ومعانا الفل ده او الفلين بالشكل ده، ومعانا الكرتونة المتقطعة، ومعانا واحدة عطاية من الشيش طاووق، ومعانا ازازة بيبس او ازازة اي حاجة. وطبعا كان عندي ورق فوم فانا قصيته بالشكل ده وهوريكم قصيته ازاي. ومعانا استرسات بالشكل ده، اي حاجة هنستخدمها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنعملها مع بعض اللي هي هنمسك الازازة من اول هنا، من اول هنا لحد هنا، وهنقطعها من هنا بالقطر لو عندك قطر، لو عندك سكينة حامية عادي، لو عندك مقص زي ما انا هعمل كده اهو، وهبدأ اقطعها كده بالشكل ده. اتمنى تكون الصورة واضحة معاكم اهي. بقى احنا قطعناها بالشكل ده، تكون نظيفة وتكون كويسة اهو، تكون معانا بالشكل ده تمام اهي. هنشيل الغطا معانا وهنشيل الحتة دي خالص، هشيلها وارجع لكم تاني. وبعد ما شلتها معاكم بالشكل ده اهو، هنبدأ ان احنا هنجيب. عايزة اعرفكم ازاي احنا قطعنا الدوائر دي. انا عندي جبت الغطا بالشكل ده اهو، بالشكل ده، وقطعت بالمقص على قده بقى معانا بالشكل ده اهو، بقى قده بالظبط. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. طبعا في ورق فوم بيلزق وفي ورق ما بيلزقش اهو، بالشكل ده، ده بيلزق وده ما بيلزق. اول حاجة هنعملها هنجيب الشمع معانا كده بالشكل ده، وهنبدأ نلزق كده، وهنبدأ نلزق معانا كده. نجيب واحدة كمان ونشوف هنلزقها ازاي. اي لون بقى انت تحبيه اهو، وياريت الشمع ما يكونش سخن عشان ما يطبقش معانا الازازة اهو، بالشكل ده اهو. وهنجيب واحدة كمان بالشكل ده اهو، بالشكل ده. اكررها كلها وتشوفوني هعملها ازاي.
وهنا طبعا بعد ما الكمية قربت تخلص معانا اهو بالشكل ده، زي ما انا وضحت لكم في الصورة. احنا هنعمل ايه؟ ما بين الواحدة والتانية في نصهم واحدة، ما بين الواحدة والتانية في نصهم واحدة بالشكل ده. طبعا هنا انا استخدمت كله بالشمع، يعني حتى اللي باللزق بالشمع. لو انت عايزة تستخدمي اللي باللزق عادي مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل ان انا استخدمه بالشمع اهو كده. والتانية ونضغط عليها كويس عشان الشمع بس ما يفكش معانا بالشكل ده اهو. بقت معانا بالشكل ده. بقت معانا بالشكل ده. هنقيس الحتة دي ببرضو ورق الفوم اهو معانا بالشكل ده اهو. هنلفها معانا بالشمع كده وهنقص الزيت اهي اهي. وفي النص كده هنروح حاطين شمع ونحط واحدة بحيث ان احنا نداري النصين اللي احنا قفلناهم على بعض بالشكل ده كده تمام. هنيجي للغطا، انا طبعا خرموه، هنسخن السيخ ده وهنخرمه في النص كده تمام. هنيجي وهنحط واحدة كده للغطا، هنحط لها دي وطبعا هنخرمها من النص بالشكل ده معانا اهي. اهي وهنخرمها بالعصاية كده، بعصاية الشيش طاووق بالمنظر ده اهو. وهنبدأ اللي احنا عملناه في الغطا في الإزازة هنعمله في الغطا، وهنلف حواليها برضو شريطة اهي بالشكل ده برضو اهي. هنبدأ برضو ان احنا نلف كده داير ما يدور بالشكل ده معانا اهو بالشكل ده اهو. والزيادة برضو هنشيلها، لو في زيادة هنشيلها، لو ما في زيادة خلاص تمام اوكي اهي. وبقت معانا بالشكل ده. وبعد ما عملناها بالشكل ده معانا هنبدأ ان احنا نقفل الغطا كده. انا طبعا مش هقفله، انت لو حابة تقفليه عادي هتقصي من الطرف ده، انما انا مش هقفله، انا هلزقه
عشان يدي معانا علو ويدي معانا منظر حلو. هنيجي برضو عند الغطا وهنروح حاطين له ورق فوم من الاسود برضو زي ما عملنا في الازازة نفسها من تحت، بحيث ان هو هيدينا معانا الشكل ده. تمام تمام هنيجي بقى للعصاية للعود اللي معانا بالشكل ده. مش هنيجي من عند السن، السن ده مش هنقطع من عنده، هنيجي من هنا وهنروح جايين وعاملين كده بالشكل ده بالشكل ده. تمام بقت معانا بالشكل ده. هنقص طبعا طرف ليها اللي هو هيكون معانا كده اهو، وهنلف داير ما يدور لحد ما نخلصها معانا بالشكل ده اهو. نضغط عليها كويس الاول بالطريقة دي بحيث ان هي تمسك معانا اهي، بحيث ان هي تمسك معانا كده. تمام وهنلف اهو وهنلفها كده معانا بالشكل ده اهو. هنلف ونشد، نلف ونشد بحيث ان هي ما تاخدش مساحة معانا اهو. هنلف ونشد كده بالشكل ده اهو اهو. هنلف ونشد بالطريقة دي وهنروح حاطينها. لو اتقطمت معاك عادي مفيهاش اي مشكلة خالص، هنروح حاطين حتة لزقة من هنا شمعية وهنلزق الطرفين ببعض اهي، وهنلف هنكمل عليها برضو كلف بالشكل ده. اهي وهنكمل لف بالشكل ده بحيث ان هي تبقى مايلة معانا كده. تمام وهنيجي عند الطرف الاخراني وهنروح عاملينه كده وهنضغط عليها كويس. اهي بالشكل ده. وهنروح جايين للون الثاني وهنروح برضو قاطعين له كده بحيث ان احنا نكمل الاطراف بالشكل ده اهو. برضو اهي نجيب حتة شمع ان احنا هنثبت عليها وعشان نبدأ نلف كويس جدا. برضو هنمسك اول حتة معانا كده وهنبدأ ان احنا نلف ونشد، نلف ونشد كده بالشكل ده معانا اهو.
بحيث ان هي هتكون معانا بالشكل ده. تمام، يبقى احنا خلصنا الجزئين اللي معانا اهو، وهنبدأ ان احنا نخليها بس كده على جنب. هنيجي للفيل اللي معانا، طبعا هنقص قطعتين من الورق من الكرتون على مقاسه. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي اهي. وهنبدأ برضو بالشمع. الشمع معانا النهاردة عامل اساسي اهو، بحيث ان انا اساوي بس الاطراف عشان هي يعني بالشكل ده معايا اهي. ومن الناحية التانية برضو هبدأ ان انا اساوي الشمع نفس الموضوع يعني بالشكل ده، وهبدأ ألزق. طيب احنا كده لزقنا الطرفين، بقت معانا بالشكل ده. هنبدأ ان احنا هنجيب الورق الفوم بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نقيس عليه برضو كده شمع اهو، وهنبدأ ان احنا نلزق اي لون تفضليه، مش شرط اللي انا بعمله، انا بس بديكي فكرة وانتي بتاعي. وهنيجي من الناحية التانية برضو اهو كده، وهنبدأ ان احنا بالشمع، وهنكرر برضو اللي احنا عملناه اهو بالشكل ده. هنيجي هنا بقى وهنقيس، طبعا انا كنت قايساها من غير الكرتونة، انما دلوقتي انا زودت الكرتونة، فان احنا هنقيس من اول فيه. هنقيس كده داير ما يدور بالشكل ده، بحيث ان احنا هنقفل وهنقص الزيادة كده، وهنقص الزيادة بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نيجي برضو بمسدس الشمع وهنعمل كده، بحيث ان احنا هنلزقها، هنلزق يبقى معانا الشريط بالشكل ده. تمام، اكملها وارجع لكم تاني. بالشكل كده بالشكل ده، والزيادة هنقطعها. طبعا بعد ما لزقناها بالشكل ده، هنبدأ ان احنا على الاطراف وهنبدأ نمشي بمسدس الشمع كده، بحيث ان انا الزق الاسترس معانا بالشكل ده. خلي بالكم عشان ايديكم، الاسترس ده احنا قصيناه ازاي، قصينا تلاتة جنب بعض، هوريكم برضو في الزيت اهو اهو، تلاتة بالشكل ده، ادي صف واتنين وتلاتة، تلات صفوف بالشكل ده. وهناخدها داير ما يدور معانا بالمنظر ده اهو كده، خلي بالكو عشان ايديكم والشمع. وهنكمل بقيتها كده معانا بالشكل ده. كده اهي برضو هناخدها داير ما يدور كده والزيادة هنقطعها معانا بالشكل ده اهي. تمام، بقت معانا بالشكل ده. هنيجي قدام كده وهنروح الشريطة اللي احنا قلنا عليها، هنيجي هنحطها في النص برضو داير ما يدور بالشمع اهي
بقت معانا بالشكل ده. في حتة هنا زيادة، هنبدأ ان احنا هنجيب الاسترس ده وهنروح حاطينه من فوق كده بحيث ان هي تدار معانا. او ممكن ان احنا هنجيب واحدة من الدوائر اللي احنا لزقناها وواحدة كمان لون تاني او نفس اللون عادي اهي، يعني يالاسترس هي دي، بحيث ان احنا بس نداري اهي وهنلفها مع بعض داير ما يدور بالشكل ده. اهي بحيث ان هي تبقى معانا بالشكل ده. هنيجي بقى للعصاية بتاعت الشيش تاووج اللي احنا عملناها بالشكل ده. هنبدأ ان احنا مش هنحطها كده، لا هنحطها من هنا. هنبدأ السن ده هنحطه من هنا تمام، وهنبدأ ان احنا نحط دي من فوق كده بحيث ان هي تبقى معانا بالشكل ده تمام. ممكن بقى هنا تحطي لمضة ديكور مستغيرة او شمعة الديكور، مش هتفرق. وممكن نحط دي كزينة ان احنا برضو هنلزقها كده معانا بالشكل ده بحيث ان هي تبقى اباجورة بالشكل اللي معانا ده اهو. اهي بقت معانا بالشكل ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.